بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الحصة للصف الخامس بكتاب الكلاس بوك بيج 77. الحصة للصف الخامس بكتاب الملون صفحة 77. يلا الكل يفتح كتابه الملون صفحة 77 عند الريدينج اللي هي القراءة. اليوم حنكمل سلسلة القصص عن الهورس اللي هو الحصان، وكيف باولا اللي هي المتسابقة كانت، وكيف لما التقت بصاحبتها، ولما آخر إشي وصلنا عنده إنه لما انسرق الهورس تبعها الحصان اللي اسمه سندريلا، وبعدين شو هم صاروا يدوروا عليه. اليوم تكملة القصة. أوكي، رح أبلش أقرأ، وشو كمان رح أقرأ بصوت عالي ونروح نحكي المعاني وتكتبوا وراي. أوكي، a lot of what ifs يعني الكثير من، lot of كثير من، ماذا لو، what ifs، what ifs ماذا لو، الكثير من، what ifs. When we arrived home عندما وصلنا إلى البيت، arrived معناها وصل، my dad called the police. They arrived quickly and asked us many questions about Cinderella and how the horse disappeared. Quickly يعني بسرعة، و disappeared اختفى. لما وصلنا بسرعة، لما وصلنا على البيت، والدي إيش اتصل في الشرطة. They arrived quickly وصلوا بسرعة and asked us many questions about Cinderella and how the horse disappeared. يعني سألونا الكثير من الأسئلة عن سندريلا وكيف اختفت، وكيف اختفت. If someone يعني أحد ما، tried to sell your horse يعني حاول إيش أن يبيع حصانك، how much money كم تكلفة يعني، أو كم بكلف مصاري، would they get أو كم من المصاري هم رح يأخذوا. asked one of the policemen واحد من البوليسمان اللي هم رجال الشرطة، سأل policemen رجال الشرطة. I explained أنا شرحت أو وضحت that Cinderella was worth a lot of money because the horse was well trained. Worth يعني قيمتها الكثير من المال. ليش؟ لأنها كانت well trained يعني مدرب تدريب جيد. Well trained مدرب تدريب جيد. The police asked us many other questions. الشرطة سألتنا الكثير من الأسئلة الأخرى. The police decided that the town's people would be a big help if Cinderella was stolen. Decided قرر يعني رجال الشرطة قرروا إنه town's people سكان المدينة، town's people سكان المدينة، would be a big help سوف يكونون مساعدة كبيرة، if Cinderella was stolen مسروقة، لو كانت Cinderella مسروقة هيكون سكان المدينة مساعدة كبيرة لإلكم. If we told the townspeople that Cinderella was missing، لو إحنا خبرنا سكان المدينة إنه Cinderella مفقودة، missing مفقودة، لو كانت سندريلا مفقودة، the thieves would get worried. الثيفز معناها اللصوص، thieves اللصوص، worried قلقين، سوف إيش اللصوص يصبحوا قلقين. They would not be able to sell the horse because everyone would be looking for Cinderella. يعني هم ما حيقدروا، غير قادرين على، would not be able to. هلا able to معناها قادر على، would not be able to إيش غير قادر على شو
سيل سندريلا، بيع سندريلا. ليش؟ لأنه كل سكان المدينة بيبحثوا عنها. looking for يبحث عن، looking for يبحث عن. Paula and my family، باولا وعائلتي، posters with Cinderella's photo on them، يعني عملوا ملصقات، posters ملصقات، عملوا ملصقات بصورة سندريلا. Then we drove to town، يعني قدنا إلى المدينة أو سقنا إلى المدينة. drove ماضي drive، drive يسوق، drove ساقة، drive يقود أو يسوق، drove ساقة أو قادة إلى المدينة. and put them up everywhere، بعدين everywhere، بعدين شو؟ حطوهم، علقوهم بكل مكان. We told people to call the police if they saw the horse. إحنا خبرنا الناس إنهم يتصلوا بالشرطة لو هم شافوا الحصان. Paula felt bad about Cinderella going missing. باولا felt، felt معناها شعرة، يعني باولا شعرت بالسوء، bad السوء، شعرت بالسوء. ليش؟ عشان سندريلا انفقدت. We were supposed، supposed شو يعني؟ افترض. We were supposed، افترض. We were supposed to have a special day، افترضنا انه يكون عندنا شو؟ special day، يوم خاص او يوم مميز، together مع بعضنا. When it was time for her to go home، عندما كان الوقت لها ان تذهب الى البيت، she wanted to stay and help us، هي أرادت البقاء، stay معناها يبقى، هي أرادت البقاء مع، معنا عشان تساعدنا. Before I went to sleep that night، قبل ما إيش؟ قبل ما ذهبت، went ذهب، went ماضي go، go مضارع، went ماضي go يذهب، went ذهب. قبل، قبل ذهاب يعني للنوم، that night تلك الليلة، I felt sad، شعرت بالسوء أو شعرت بالحزن، about losing Cinderella، losing يخسر، losing خسارة، يعني هي شعرت قبل ما تروح على، على النوم تلك الليلة شعرت بإيش؟ الحزن، about losing Cinderella، عشان خسارة Cinderella. but I felt happy، بس أنا شعرت بالسعادة، to have a good friend like Paula، عشان أنا عندي صديق جيد زي باولا. to be continued يعني إلها تكملة للقصة هاي كمان. تمام؟ هلا كل ياتنا خلينا هون على comprehension يعني الاستيعاب. read the story then answer the question، نقرأ القصة وبعدين بدنا نجيب على الأسئلة. one، why will the townspeople be a big help if Cinderella was stolen؟ ليش إن سكان القرية هيكونوا مساعدة كبيرة لو كانت سندريلا مفقودة؟ if the townspeople help، لو townspeople سكان القرية أو سكان المدينة ساعدوا، the thieves اللصوص will probably get scared and let her go، يعني على الأرجح هم رح يخافوا وبعدين يتركوها تروح. لمين؟ لسندريلا. 2. How did Jenny feel before she went to sleep on the day Cinderella was stolen؟ يعني كيف شعرت جيني قبل ما تروح تنام باليوم اللي انسرقت فيه سندريلا؟ She felt bad، she felt bad، شعرت بالسوء، about Cinderella، but happy to have a friend like Paula، بس but إنه كانت سعيدة كمان نفس الوقت. ليش؟ عشان عندها صديق زي باولا. خلينا نشوف B. put the correct word in the sentence، يعني حط الإجابة الصحيحة بالجملة. خليني أقرأ الكلمات اللي هون. stolen شو يعني stolen؟ يعني مسروق. thieves، thieves معناها لصوص. Townspeople، townspeople معناها سكان المدينة.
بوسترز معناها ملصقات. بوسترز معناها ملصقات. رح أبلش أقرأ واحدة واحدة وأعطي معناهم. The فراغ stole $1,000 from the bank. مين اللي سرق $1,000 من البنك؟ اللي هم thieves اللصوص. The thieves stole $1,000 from the bank. سرقوا $1,000 من البنك. اللصوص معناته أول وحدة جوابها اللصوص. Two, the money was فراغ from the bank. المال شو؟ Was stolen سرق من البنك. Stolen سرق. تمام. Was stolen سرق. معناته الجواب الثاني stolen. Three, we put up فراغ to tell the town about the show. يعني إحنا علقنا شو عشان نخبر المدينة عن العرض. اللي هم posters ملصقات. We put up posters to tell the town about the show. Four, many of the فراغ came to the carnival. يعني العديد من إيش سكان المدينة أتوا إلى المهرجان. Towns people آخر وحدة towns people. وهيك بنكون خلصنا هذا الفيديو. إن شاء الله المرة الجاية بكم تحضروا الجرامر ببيج 78 اللي هي بتحكي عن الفيرست كونديشنال يعني الشرط الأول بالإف كلوز. أوكي وات إف هنستخدم إنه الإف كلوز بالفيرست كونديشنال. المرة الجاية رح أشرح لكم عنها كتير ويعطيكم العافية.